دي الني جوينت، تاني جوينت، ودي مهمة جدا طبعا. المنظر اللي انا شايفه ده، ده اللور اند اوف ذا فيمر اهو، ده الارتيكولار فاسيت بتاع اللور اند بتاع الفيمر اللي هو باتيلر ارتيكولار فاسيت، وده تيبيال ارتيكولار فاسيت. طبعا هنا ده الانتركوندايلر نوتش اهي هنا، او انتركوندايلر فوصة هنا. طبعا هنا ده التيبيال كوندايلز، ميديال ولاترال تيبيال كوندايلز اهو. هنا دي في هنا في الحته دي اللي هو الكارتليج اللي هو المينيسكاي، ما باينين اهم. وادي هنا ده الليجامنتس اللي هو الرباط الصليبي اللي هو الكروشيت ليجامنت، باينين هنا اهو. طبعا هنا دوت دي الباتيلا، وادي الكوادريسبس تندون، وادي الليجامنتم باتيلي. يعني ده المنظر، دي الفيمر، وادي التيبيا، والمفروض دي كانت تطلع هنا والباتيلا تثبت هنا، ويبقى الجوينت في هذه الحاله كبرت او كملت. ادي اللور اند اوف ذا فيمر، وادي الابر اند اوف ذا تيبيا، وادي الباتيلا اهي، وادي الكوادريسبس تندون، وادي الليجامنتم باتيلي اللي ماسكه في التيبروزيتي اوف ذا ايه تيبي. اما بنيجي للجوينت دي بنسال ايه التايب بتاعها، بنقول ساينوفيال جوينت، ماشي كويس قوي. ونقول موديفايد هينج فرايتي، هينج فرايتي يعني ليها هوريزونتال اكس هنا، يعني الهوريزونتال اكس ده بيسمح بفليكشن، فليكشن واكستنشن، يعني بيسمح بفليكشن واكستنشن. لكن كمان الجوينت دي ممكن يتم عليها سلايت لاترال روتيشن وسلايت ميديال روتيشن، عشان كده يسموها موديفايد هينج فرايتي. يبقى يسالك ليه موديفايد هينج، لان لو كانت هينج يبقى ما يتمش عليها الا فليكشن واكستنشن بس، لكن كمنها بيتم عليها سلايت ميديا روتيشن لاترال روتيشن في اللوكينج والانلوكينج، عشان كده بيسموها موديفايد هينج فرايتي. طيب الارتيكوليتنج بون ايه؟ قال لك اللور اند اوف ذا فيمر، ادي واحد، الابر اند اوف ذا تيبيا، صح، البوستيرو سيرفيس اوف ذا ايه باتيلا. خد بالك ان الجوينت دي هنشوف لها كبسول دلوقتي، بس الانتيرور سيرفيس اوف ذا كبسول از ابسنت، او الكبسول از ابسنت انتيرورلي. ليه؟ لانه استبدل بالتندون ده اللي هو الكوادريسبس تندون والباتيلا والليجامنتم باتيلي. ادي الكوادريسبس تندون وادي الباتيلا، ودي الليجامنتم ايه باتيلي، حلوا محل الانتيرور وول او الانتيرور كبسول بتاع الجوينت ده اللي احنا بنسميه الني ايه جوينت. اما نيجي نشوف الفايبرس كبسول، فايبرس كبسول هيمسك في ايه؟ قال لك فوق هيمسك في الفيمر، وتحت هيمسك في التيبيا. طب فوق هيمسك في الفيمر فين؟ ادي اللقطه المنقطه دي لاين اوف اتاشمنت اوف ذا ايه كبسول. لاحظ ان ده الانتيرور سيرفيس، وده اللاترال اسبكت، وده البوستيرور سيرفيس. لما جينا للانتيرور سيرفيس زي ما قلت لك قبل كده ان مفيش اتاشمنت للكبسول انتيرورلي، يبقى هنا الفرونت مفيش اتاتشمنت للكبسول. اون ذا لاترال اسبكت ذا كبسول از اتاتشد اباف ذا جروف فور ذا بوبليتياس، ادي الجروف بتاع البوبليتياس، هو فوق الجروف فور ذا بوبليتياس، وجاست بيلو لاترال اي كوندايل، بيلو اهو بعد كده على البوستيرور سيرفيس اهو، اون ذا بوستيرور سيرفيس هنا اهو على كده، يبقى محوط حوالين البوستيرور سيرفيس اوف ذا تو فيمورال كوندايلز، يعني اباف البوستيرو سيرفيس اوف ذا تو فيمورال كوندايلز هنا. يبقى اللي انا عايز اوصل له ان على الانتيرو سيرفيس مفيش اتاشمنت للكبسول، على اللاترال سايد فوق الجروف فور ذا بوبليتياس، وتحت اللاترال اي كوندايل اللاترال اي بي كوندايل، على البوستيرو سيرفيس يبقى هنا فوق التو فيمورال اي كوندايل. لما نيجي هنا بيلو الكبسول از اتاتش تو التو تيبيال كوندايلز اهم، ادي التو تيبيال كوندايلز، وبعدين بوستيرورلي هنا واضح ادي الخط بتاع الاتاشمنت بتاع الكبسول. خد بالك ان بوستيرورلي الكبسول از بيرسد، مخروم اهو بالتندون اوف ذا بوبليتياس ماسل، يبقى انا في الكبسول از بيرسد باي ذا تندون فور ذا بوبليتياس ماسل، ده الاتاشمنت اوف ذا فايبرس كبسول اوف ذا ني جوينت.